في ذات الإطار أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 400 سلعة غذائية وغير غذائية بنسب تتراوح بين 6 إلى 35% بدءا من صباح يوم غد الأربعاء ولغاية نهاية شهر رمضان الفضيل. نتابع هذا الموضوع مع الأستاذ سلمان القضام مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية. أستاذ سلمان مساء الخير. مساء الورد يا سيدي، يا هلا يا مرحبا بك. ما هي استعداداتكم لشهر رمضان الفضيل؟ يا سيدي، استعداداتنا لشهر رمضان المبارك تبدأ بالعادة قبل 5 إلى 6 شهور من حلول الشهر المبارك، حتى نتمكن من تحديد ما هي الأصناف التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان، وشو هي كمياتها ومن مصادر توريدها، وحتى نتمكن من أيضا فحص هذه الأصناف والتفاوض على أسعارها للوصول إلى أسعار مناسبة تكون في متناول الإخوة المواطنين وتحديدا أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة. وبالتالي على وفق هذه الآلية قمنا بتوريد كامل الكميات من هذه الأصناف في شهر 2 لمستودعاتنا المركزية بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها واجتيازها للفحوص، تم طرحها في جميع أسواق المؤسسة المدنية 67 سوق بتاريخ 15/3، يعني قبل تقريبا شهر من بداية شهر رمضان المبارك، حتى يستطيع المواطن يعني الشراء واحتياجاته بكل أريحية، وحتى يكون لديه أيضا يعني فرصة لترتيب أولوياته، وخاصة أنه يعني بعض المواد الرمضانية يعني لديها خصوصية من حيث توفرها، وأيضا بيكون هناك التزامات في شهر رمضان المبارك على جيب المواطن. وبالتالي يعني طرحنا هاي الأصناف قبل شهر حتى يتمكن من شراء المواطن من شراء احتياجاته بكل أريحية. اليوم هاي الأصناف جميعها متوفرة ب 67 سوق من أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في مختلف مناطق المملكة، وهي يعني شهدت إقبال كبير صراحة خلال الفترة الماضية. إحنا من دورنا أيضا كمؤسسة تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن، ستبدأ يوم غد الأربعاء إن شاء الله دفع التخفيضات وعروض ترويجية تزيد عن 400 سلعة، في غالبيتها سلع غذائية أساسية أيضا، والسلع التي يزداد عليها الطلب في رمضان المبارك. هاي التخفيضات يعني هي نزلت بهامش جيد يعني وفارق واضح. ميزة هاي التخفيضات زي ما حكينا أنها يعني كمية أو العدد الأصناف يفوق 400 طن، مدتها تقريبا بحدود 40 يوم. أضف إلى ذلك أنه يعني الهوامش الفرق بالأسعار بيننا وبين الجهات المماثلة لنا في السوق، ويعني نتمنى أن تكون يعني هذه التخفيضات وهذه العروض يعني تنال رضا وقبول لدى الأخوة المواطنين، وفعلا أن تساهم في التخفيف عن كاهلهم في الشهر الفضيل. نعم، يعني ما هي السلع التي جرى تخفيضها؟ أبرز السلع، وهل تشمل المواد الأساسية؟ يا سيدي، هي أصل المواد الأساسية. يعني خلينا ننوه لنقطة أنه إحنا تقريبا في منتصف شهر 3 أيضا ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بشكل واضح، أسعار السكر، أسعار الأرز. إحنا كمؤسسة استهلاكية مدنية ثبتنا أسعار هاي الأصناف، وبالتالي أصبح في فارق واضح بيننا أو بين السوق المحلي بالأسعار. وأيضا أضف إلى ذلك أن التخفيضات شملت المواد التي يزداد عليها الطلب في رمضان، اللي هي مواد الجوز، اللوز، القشطة، كل المواد اللي بيزداد عليها الطلب في شهر رمضان المبارك. وغالبيا يعني على الأغلب يعني هي كل المواد المعلبات أيضا نفس الشيء صار عليها تخفيضات. يعني تقريبا يعني السلة الشرائية للمواطن في جميعها عليها تخفيضات وعروض ترويجية. أستاذ سلمان، وهي متوافرة بكميات جيدة حتى نهاية رمضان إن شاء الله. شكرا يا سيدي. يعني احنا لما اعلنا عن تخفيضات لمدة تقريبا يعني فوق 35 يوم، احنا كنا ضامنين انه هاي الاصناف متوفرة لدينا كمخزون استراتيجي كافي، ايضا هي مطروحة في الاسواق، وبالتالي يعني لن يكون هنالك اي نقص او اي انقطاع لاي صنف من هاي الاصناف طيلة الشهر الفضيل. اضف الى ذلك يعني انه احنا منهيد من خلالكم على الاخوة المواطنين عدم التهافت وشراء كميات كبيرة من هاي الاصناف. اولا هي متوفرة وستبقى متوفرة ان شاء الله. الامر الثاني، بعض الاصناف تحتاج الى ظروف تخزينية خاصة، وبالتالي
في حال خزنت في غير المكان الصحيح ستتعرض للتلف. أضف إلى ذلك يعني لدينا مواد في جميعها لها تاريخ صلاحية يخشى من انتهاء صلاحيتها في حال تم الشراء ب يعني بكميات فائضة عن الحاجة. أضف إلى ذلك أنه دوما إحنا يعني بننوه أنه شراء كميات كبيرة وتخزينها يعني تجنيد رأس مال، وخاصة إذا إحنا تحدثنا عن أصحاب الدخول المتدني والمتوسط، وبالتالي يعني إذا جمد تقريبا ربع راتبه في مواد مثل هذه المواد بالتالي هو قد تضيع عليه فرص سد احتياجاته بالفلوس المجمدة بشيء آخر. وبالتالي يعني بنطمن من خلال كل أخوة المواطنين أنه الأصناف متوفرة ولن يكون هنالك أي نقص أو انقطاع لأي صنف من الأصناف إن شاء الله. جميل، جهود طيبة، ولكن في لدي سؤال، يعني ما في آلية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لضبط عمليات البيع؟ يعني مثلا بتعرف في مرات بدخل تاجر ممكن يأخذ كميات كبيرة. نعم يا سيدي، شكرا على السؤال. يعني احنا من ارتفعت أسعار زي ما حكيت الزيوت النباتية والسكر والأرز 100% وجدنا أن هنالك يعني تسرب للمواد هاي لبعض الأشخاص اللي بيقوموا بشراء كميات كبيرة لإعادة المتاجرة بها في السوق. وبالتالي من هذا المنطلق قمنا بوضع آلية تشتمل ثلاث محاور تقريبا. المحور الأول أنه احنا قننا وحددنا عدد الكميات والكميات التي يعني كل مواطن يسمح له بالشراء منها. فبالتالي تحديد الكميات كانت آلية. الآلية المحور الثاني اللي هو فرق الرقابة اللي انتشرت في أسواقنا، فرق رقابة المؤسسة انتشرت في جميع أسواقنا لمراقبة مدى التزام الموظفين والمواطنين بهذه التعليمات وهذا التحديد للأصناف. أضف إلى ذلك يعني سيرنا متسوق خفي في أسواقنا حتى أيضا نضبط هذه العملية. ويعني كل يوم عم بيجينا حالات وبنتخذ فيها الإجراءات فيما يخص سواء موظفنا غير الملتزم أو المواطن غير الملتزم، لأنه أخي الكريم يعني فارق السعر يعني أقل من أسعار الجملة بكثير جدا، وبالتالي يعني قد يشتريها تاجر واحد، وبالتالي سيؤدي إلى نفاذ هذه الكميات. نعم. مما يضطرنا إلى إعادة شرائها بأسعار مرتفعة. نعم. إحنا وجدنا لمصلحة المواطن، وهذا الإجراءات التي نقوم فيها سواء من عروض ترويجية أو تخفيضات أو تقنين الكميات هي بالدرجة الأولى لمصلحة المواطن المستفيد الحقيقي أو المستهدف الحقيقي في إجراءاتنا، من سواء تثبيت الأسعار أو تخفيضها أو العروض الترويجية، هو المستهدف المواطن رب الأسرة يعني الذي يتسوق لسد احتياجاته فقط وليس للمتاجر أو لإعادة المتاجر. أوقات دوامكم في رمضان في 67 فرع؟ سيدي راح يكون مبدئيا دوامنا إن شاء الله من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا، وستكون هنالك يعني خلينا نقول صلاحيات لدى مدراء الأسواق إن شاء الله أنه في حال وجود إقبال من الأخوة المواطنين بعد الساعة 4 يعني الاستمرار بالدوام حتى يعني تسوق آخر مواطن، بشرط أنه يعني الرأي موضوع الحظر اللي هو للساعة 6 مساء في حده الأقصى. جهود طيبة ومشكورة أستاذ سلمان القضاء مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، شكرا جزيلا لك. شكرا يا سيدي. شكرا. وأنتم مشاهدينا ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.